تشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية لمناقشة موضوع مواقع التواصل الاجتماعي من جميع الاتجاهات ووضع استراتيجية لتنظيمها سواء دراسة الإيجابيات أو السلبيات. ونظرا إن إحنا معانا مقرر لجنة الشباب وبنتكلم عن الشباب، محتاجين نسمع رأي الأستاذ أحمد السيد نصر الكبير برؤيته كيف نحل هذه الإشكالية، وهل نحتاج فعلا إلى لجنة قومية لوضع ضوابط للسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي لبناء الإنسان؟ السلام عليكم. أولا يعني هي بتورطني في إن أنا شارك في الندوة وأنا مش في الندوة. أنا هقول كلمة خاصة بالمقابل وهمشي. طيب يعني ليش عامة يعني أساس يعني بس حضرتك أولا إحنا في لجنة الشباب عندنا فكرتين دايما في التواصل مع الشباب. إحنا الهدف إن إحنا نتواصل معاهم، عندنا مجموعة تقدر تحكي الشباب بتفكر فيهم، دول اللي عدوا سن الشباب بشوية، وعندنا الشباب ذات نفسها عايزة يعني صوتهم هم وصوت الخبرات اللي مسافرة. وانا اعتقد ان المستقبل القريب بيتكلم دايما على ان الشباب شايفه لقدام، وكل الواقع المحيط بيتكلم على ان احنا نرجعهم لاحسن حاجه مصر كانت يعني فيها زمان. ففي صراع دائم ما بين الاجيال، مين باصص لقدام ومين باصص لورا. اليات التواصل دلوقتي مختلفه، مش الكلام اللي انت بتقوله، هي الطريقه اللي بتوصل بيها. فالوسيله في الوصول انك تقول معلومه للشباب، انك توصله وتقولها له. التواصل ذات نفسه مش هدف، لكنه استراتيجيه اللجنه ان احنا نتواصل عشان نعرف، لان احنا لا ندعي ان احنا عارفين عنهم كل حاجه، فبنحتاج نسمع منهم علشان نشوف نبص لقدام ازاي. احنا بنعمل استراتيجيه ثقافيه، يعني اولا نتواصل ونعرف ايه الموضوعات المهمه ونطورها ازاي وتبقى مفيده للمجتمع ازاي. عندنا شويه حاجات في مصر في التنميه المستدامه، خاصه ببناء الانسان، خاصه بالتنميه الاقتصاديه، خاصه بسعاده المواطن. كل الخمس محاور الاساسيه من التنميه المستدامه اهمها بناء الانسان، لانه احنا دلوقتي كلنا مشاركين في كل اللي بيحصل في مصر وشايفينه وراء العين، الخاص بالتطور في البنيه الاساسيه وفي بعض المؤسسات وفي مكافحه الفساد و و اهم ما فيها ماذا سنفعل الشباب في المستقبل. احنا هنا بنسمع اصوات الشباب، سواء الشباب من مصر او المصريين الموجودين في الخارج اللي عندهم ثقافات مختلفه وشايفين وجهه نظر ثانيه مختلفه قد تفيدنا احنا في ان احنا نفكر كلنا مع بعض ازاي. السوشيال ميديا والمنصات الرقميه هي خلاص هي مش المستقبل، هي الحاجه، وده العصر الحالي. التطور بتاعه ممكن يبقى الذكاء الاصطناعي او الخراب، يعني ده هيبقى عند ناس وده هيبقى عند ناس. اللي هيقدر يخش في المشكله ويتصارع معاها ويتطور بيها هيقدر يوصل للذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي اللي ماشي، واللي هياخدها استهلاكي بس هيطلع عنها جرايد ومشاكل. وبني ادمين عندهم مشاكل نفسيه، زي ما احنا عندنا معظم من الجيل اللي طالع من 12 سنه 18 سنه في مصر كله بيفكر في انه يبقى بطل، مش مهم ازاي، بجريمه، بفيديو على الانترنت بيبين ان هو بيعمل بيرقص بالسكاكين، بيعمل بالكوارث، هو خلاص عنده فرصه انه يبقى البطل في لحظه. احنا مش قادرين نقول له ده صح وده غلط، احنا مش دورنا، احنا دورنا ان احنا ناسسه ان هو يختار ما بين الصح وما بين الغلط، هو اللي يختار. القيم اللي احنا بنتكلم عليها بقى هي دي قيم المجتمع اللي احنا بنفكر فيه. يعني الصدق والصراحه والعدل والحريه كل دي قيم لازم ندافع عنها. ندافع عنها بالسوشيال ميديا، ندافع عنها بالكلام، ندافع عنها بالنقاش. احنا النهارده عاملين حلقه نقاشيه في شكل دائره مستديره علشان الكل يقول، علشان نطلع بنتائج. احنا ما عندناش حاجه عايزين نفرضها على حد، احنا عايزين نسمع كل الناس باختلاف ارائها، لان ده نوع من انواع الحريه في التناول. احنا حرين في ان احنا نقول، فقولوا لنا ازاي نتصارع مع مشكله المنصات الرقميه اللي معظم مستهلكيها في مصر شباب، واللي اغلب الشباب دول بيستهلكوها بشكل خاطئ. في بلاد كبيره وعندها بتمارس ديمقراطيات كبيره ومتقدمه وعندها ممارسات رقابيه واضحه. انت لما بتدوس على كودز او كلمات معينه في دبي ولا في لندن بيعمل لك قال لا ما تخشش. احنا ما عندناش ده، احنا مستهلكين في كله، حتى المواقع الممنوعه والمواقع اللي فيها مشاكل والافكار الظلاميه اللي بتجي لنا من افكار الناس عندنا سواء جماعات ظلاميه او كده كله متاح. احنا مش هنقدر نمنع، احنا كل اللي عايزين نعمله ايه الخطوه اللي لما نديها لاولادنا نبقى تساعدنا في تاسيس دماغ تقدر تنتقي وتختار وتفهم. مش عايزين حاجه ثانيه. اشكركم واتمنى ان الندوه تطلع منها خطوات واضحه في توصيات علشان نقدر ندخل سياساتنا الثقافيه في اللجنه. شكرا لك.